مين؟ أيوة أهلاً أهلاً يا مصطفى. عليكم السلام. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. كنت طلبت مني حد تشتري ايه بقى الحاجات اللي عند حضرتك، الدواليب القديمه والحاجات اللي عندك، المراتب أيوة والكلام الكلام ده عند حضرتك. عم حسن معايا اهو بيشتري كل حاجه اللي عند حضرتك يعني. عم حسن ايوه اتفضل اتفضل اتفضل. عم حسن اتفضل مع المدام سحر اهو. شوف بقى انت عاوز ايه و يا مدام حضرتك شوف الحاجات. يلا طيب يا عمكم معاك. امسك ايه؟ سلمي على الاولاد. ماشي مع السلامه. مع السلامه. والله انا عايزه اغير العفش وكده. طب الحاجات دي حد فصلها قبل كده؟ لا. جبت حد قبل كده؟ لا ما جبتش والله. طب هو حضرتك حاجات قديمه دي يعني؟ لا ده انا بحب اغير على طول. ده في حاجات جديده قدامك. اي حاجه جديده حضرتك يعني؟ حاجات بصي مستعمله وقديمه. حاجات مستعمله. عايزه تبيعهم بكام؟ والله احنا مش هنختلف يعني. طب اتفضل اقعد. لا مش لا لا لازم تشرب حاجه. لا والله لا 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 اتفضل اتفضل تقعد. تحب تشرب ايه؟ لا ولا حاجة، بس نشوف الحاجات دي عشان نتكل على الله. لا لازم تشرب، ما ينفعش كده. يا ست هنشوف بس الحاجات دي ونتكل على الله عشان نشوف بس الحاجة دي عشان نجيب عربية ونشيل ونشوف. لا بس لازم بس تشرب أي حاجة عندنا، ما ينفعش. طب ماشي كوباية قهوة بعدين. حاضر أعمل لك فنجان قهوة. ما حصلش. ماشي شكرا. هقوم حالا أعمل لك القهوة. ماشي شكرا. حاضر شكرا. مين؟ يا صاحب أنا. يا لهوي يا لهوي ده جوزي. طب أنا ماله وماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. حاضر يا حبيبي حاضر. طب انت مش جايبه لي العفش؟ بقول لك ايه، هو انت مش قايله له؟ لا ما قلتلوش حاجه. بس ما قلتلوش حاجه. بس صوتك وطي صوتك هيسمعني. وطي صوتك. بقول لك ايه، انا هفتح له واعب ما بيشوفش. سيبك انت كانك مش موجود خالص. شوف خاطر. حاضر يا حبيبي حاضر جاي حالا حاضر. اهلا يا حبيبي. اهلا اهلا. ساعة واقف على الباب عشان تفتحي؟ معلش يا حبيبي كنت في المطبخ. مطبخ ايه؟ انت معاكي حد هنا؟ لا يا حبيبي انت برضو. امال ايه؟ كده شكاك يا قلبي. لا يا حبيبي في غيرك ابدا. انت يا ولية في حد زارك النهاردة؟ اوه اوه يا نقعة. في ايه يا راجل انت؟ انت كل شوية تقول لي راجل زارك حد زارك. في ايه يا راجل انت اهلك؟ في ايه؟ عارفك انت وقرايبك عارف. حبيبي اه اتفضل. تعبت في السفر. تعبت. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. قولي لي ايه، حد من عيلتك زارك تاني؟ في حد جاي لك؟ لا. ماشي ماشي. امال ايه الريحه النتنه اللي انا شاممها دي؟ مفيش حاجه، بيتهيألك من شكوكك. مشكوكه؟ امشي اجري اعمل لي كوبايه شاي. حاضر اعمل لك حالا. قلبي مش مطمن من ناحيتي خالص خالص. حاطه الشك فيا على طول. مش عارف ايه الريحه دي؟ ايه الريحه الوسخه اللي انا شاممها دي؟ مش عارف. خلاني اشك فيها على طول. خلاني اشك فيها على طول. دي مش اول مره اشك فيها ومش اول مره تحصل. في ريحة وسخة، ريحة نتنة. أكيد حد من قرايبها كان هنا. الشاي فين؟ حاضر يا حبيبي أجيبه حالا. اللي بقول لك إيه؟ متأكدة إن مفيش حد هنا؟ عيب عليك يا راجل أنت، بطل الشك بتاعك ده. شراب معفن، جاي جزمة بقالها 100 سنة في رجل بني آدم. أنا حاسس إن في نفس. حاسس إن في حد يا صاحبي. حاسس إن في حد يا صاحبي. أيوة ريحة إيه؟ ريحة النتنة. في حد هنا، في حد هنا. اللي بايظه من حضرتك؟ والله شويه حاجات
كده يعني بسيطه يعني في سباكه يعني ان شاء الله هتتحل على ايد حضرتك ان شاء الله تشرب ايه بس اهم حاجه الاول شغل نعمل الشغل بس الاول لا لازم تشرب اي حاجه بس نشوف الشغل الاول لا والله ما ينفعش طب لو امكن قهوه زياده حاضر اعمل لك فنجان قهوه كده مين انا يا صاحب افتحي يا لهوي جوزي ما اعرفش حاجه ما اعرفش يعني طب بس معلش حاضر يا حبيبي حاضر ما تقلقش بس ما تقلقش هو اعمى ما بيشوفش حاضر يا حبيبي كنت صوت كنت صوتك ما اعرفش من حاجه بس مفيش سكر يا عشان تفتح الباب يا حبيبي كنت في المطبخ ايه في ايه مفيش اي حاجه يا قلبي انت معاك حد انا بس يعني معاكي حد يا راجل لا اتفضل على ساعه عشان تفتح الباب يا حبيبي كنت في المطبخ خلاص المطبخ ايوه اقعد على مهلك ايوه في حاجه موجوده على الكنبه مفيش حاجه اقعد يا حبيبي خد مش فيكي اكتر من كده كل اخبط على الباب ساعتي ليه بتعملي ايه جوه يا راجل اهدى بقى انت كل شويه تشك فيا ها يا نقع في ايه يا راجل انا طهقت من العيشه دي بقى نقع اجري اتنيل اعمل لي كوبايه شاي حاضر حالا اعمل لك كوبايه شاي يا قلبي وايه الريحه الزفره دي الريحه المنتنه دي هو في حد من قرايبك جالك النهارده تاني قلت لك لا امال ايه الريحه دي شككاني فيها على طول مش عارف هي بتستعماني ولا مش فاهم مالك بس انا شامم ريحه والله العظيم ريحه وسخه في حد من قرايبها كان هنا النهارده ومش عايز اقول بس لو اكتشفت ان في حد من قرايبها جه وانا مش موجود في البيت هقطعه هقتله لغايه مره بسالك يا طحر في حد جه في البيت النهارده يا راجل لا نار حياة أمي يا صاحب حياة أمي لو اكتشفت إن أنت في حد دخل البيت وأنا مش موجود هتشوف أعمل إيه بس مش في حد في حد مين هنا؟ مين هنا؟ مين هنا موجود؟ مين هنا موجود؟ اهو اهو قفشت يا صاحب حرامي حرامي انا مش حرامي انا السباك انت ايه؟ السباك وايه اللي جابك تسلك هنا؟ انا السباك ايه اللي جابك تسلك هنا؟ حرامي